الشرطة الأوروبية يوربول تحذر من هجمات بالسيارات المفخخة ضد أهداف لأول مرة في أوروبا. الوزير الأول شارل ميشيل يجيب على أسئلة البرلمانيين حول الخطأ الدبلوماسي للأمير لوغون في سريلانكا. المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة ينظم يوما دراسيا حول التدين في الفضاء العمومي الأوروبي. وفي النشرة أخبار دولية وروبورتاج حول معاناة سكان الجبال المغربية مع تساقط الثلوج. أسعد الله أوقاتكم سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في هذا العرض الإخباري من قناة المواطن. حذر مكتب الشرطة الأوروبية يوربول اليوم الجمعة من اشتباكات إرهابية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية تغير أساليبها في أوروبا، ويمكن أن تستخدم سيارات مفخخة مثل ما يحدث في سوريا والعراق، وتعتبر بلجيكا من الأهداف التي قد تشملها هذه التهديدات، ويخشى أن يتم تجنيد اللاجئين السوريين ضمن هذه العمليات الإرهابية. نبقى دائما في بلجيكا ومع ما أثره الأمير فيليب، حيث جلب إليه مرة أخرى الأضواء، وهذه المرة أيضا بعد خطأ دبلوماسي، حيث قام باتصالات سياسية في سريلانكا دون الرجوع إلى الحكومة لأخذ الإذن من وزير الخارجية كما ينص على ذلك قانون 2013. الأمير لوغون الذي هو الأخ الأصغر للملك فيليب قام بهذا الحادث وجر الوزير الأول شارل ميشيل أمام النواب، وقال ميشيل إن مثل هذا الأمر يجب أن لا يتكرر في المستقبل، وإلا فإن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة. هذا الجواب لم يقنع ويغل ووترس من حزب إنفيا الذي طرح السؤال. نظم المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة بمقره ببروكسل الأسبوع الماضي يوما دراسيا حول تحديات التدين في الفضاء العمومي الأوروبي، فيما يلي ارتسامات حول هذا اللقاء العلمي. منها ما هو متعلق بالفرد المسلم، ومنها ما هو متعلق بالجماعة المسلمة، ومنها ما هو متعلق بالمرأة، ومنها ما هو متعلق بالتربية، ولكن أهم هذه التحديات إطلاقا هي تلك المتعلقة بالفضاء العمومي، ذلك أن الفضاء العمومي هو فضاء مشترك يشترك فيه المسلمون مع غيرهم، وللآخرين كذلك دور في رسم ملامح هذا الفضاء العمومي، والمسلمون مطالبون كذلك بالالتزام بما استقر أو ما تقرر من ضوابط ينضبط بها هذا الفضاء العام. هذا الملتقى هو مهم جدا لأنه ركز على قضية أساسية، وهي تدين الإنسان المسلم في البلاد الأجنبية. ونحن نعتقد أن تدين الإنسان المسلم في البلاد الأجنبية ينبغي أن نستحضر معه قضايا متعددة، منها الكليات الأصلية الجامعة الموجودة في الدين، وهي القيم التي جعلها الله تعالى في هذا الدين وعبر عنها العلماء بالمقاصد الخمسة، أو قد تكون مقاصد أخرى كلية، الحفاظ على النفس والحفاظ على الدين والحفاظ على المال والعقل والعدل والحرية والمساواة، هذه كلها أصول كبرى، وجعل الله تعالى الأحكام خادمة لهذه الأصول، ولهذا ينبغي أن نحرص على أن تكون هذه الأصول هي قنوات تواصل والعمل المشترك مع الجميع. مسألة أخرى هو أن الدين الأصل فيه اليسر، والأصل فيه السماحة، والأصل فيه الاعتدال والتوسط، ولهذا كل أشكال مظاهر الغلو والإفراط الموجودة في تدين بعض الناس نساء كانوا أو رجالا هي أمور زائدة على الدين وليس الأصل الدين. المقاربات التي ذكرناها في هذه الندوة كانت مفيدة جدا، وهذا في الحقيقة ما كنحتاجوه يعني في زماننا هذا، ولا سيما في ظل هذه الظروف اللي كنعيشوها، وهي هذه الظروف يعني اللي كيعيش العالم الإسلامي وحتى العالم اللي كنعيشوا فيه هنا الأوروبي. فعلا هناك تباين واضح في تطبيق هذه المفاهيم يعني على أرض الواقع، لأن المرأة المسلمة دائما كيبقى عندها واحد الموروث ثقافي عرفي هو اللي كيحكمها داخل المجتمعات ديالها، ف بالتالي كتولي عندها واحد القناعة على أن هناك مسائل اللي هي ليست من الدين، فالعرف الذي يحكمها وتنزلها المرأة على أنها من الدين، فيتم هناك اصطدام مع واقعها. هناك مقاربات متعددة، وكلها تصب في التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار
من أجل رفع هذه التحديات، وبأن الباب مفتوح ليس مغلقا، وبأن للمسلمين الفرصة في أن يتحاوروا وأن يبرزوا قيمهم العليا الكبرى، قيمهم العظيمة التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف، دون التركيز على بعض الجزئيات التي قد تمس تماسك الفضاء العام وتخل بضوابطه. في خطوة فاجأت الجميع، أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند أنه لن يتقدم بترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في بلاده، ولن يشارك بالتالي في أي من المراحل المؤدية إلى هذا الترشيح. ورقة في الموضوع مع أنس ملكي. احتجت الطبقة السياسية الفرنسية مساء الخميس لقرار الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بعدم الترشح لولاية رئاسية جديدة، وفي الوقت الذي أشاد فيه اليسار بالقرار، لا سيما كوادر الحزب الاشتراكي الحاكم، وجه اليمين المعارض انتقادات لولاية هولاند واعتبر أن القرار جاء نتيجة فشلها. تتواصل ردود الفعل حول إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن ترشحه لانتخابات الرئاسة 2017، وهي المرة الأولى في الجمهورية الفرنسية الخامسة التي لا يترشح فيها رئيس فرنسي لولاية ثانية. وأشاد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس بقرار الرئيس فرانسوا هولاند عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية في 2017، معتبرا إياه قرار رجل دولة. وقدمت استطلاعات الرأي مؤخرا فالس على أنه أكثر شعبية لدى الفرنسيين من الرئيس هولاند، وأنه بإمكانه أن ينافس مرشح اليمين فرانسوا فيون في الانتخابات المقبلة. واعتبر وزير التربية الأسبق بونوا هامون المحسوب على جناح أقصر يسار في الحزب الاشتراكي والمعروف بخلافه مع هولاند وحكومته منذ مدة، أن رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس ومحيطه لعبوا دورا كبيرا في دفع الرئيس الفرنسي لاتخاذ مثل هذا القرار. ومن جهته رحب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم جون كريستوف كامبتيلي بقرار الرئيس الفرنسي، واعتبر أنه جاء لحماية حصيلته، فيما حيى أرنو مونتبورغ القرار الحكيم لهولاند معتبرا أنه يساعد اليسار على تحضير مستقبله. بقي الأخبار الدولية نريدها مختصرة، وعودة مع أنس ملكي. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس بالغالبية الساحقة على تمديد العقوبة المفروضة على إيران 10 سنوات إضافية، وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما، مما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل. انتقدت أكثر من 200 منظمة دولية عجز مجلس الأمن عن إيقاف المعارك في حلب، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراء بدلا من المجلس. كما تسعى كندا لإطلاق مبادرة مماثلة، ووقعت 223 منظمة غير حكومية تعمل في المجال الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان على نداء نشر الخميس في نيويورك، أعلن فيه الموقعون أن مجلس الأمن تخلى عن السوريين بعد أن عجز عن وقف هجوم قوات النظام السوري على الأحياء الشرقية من حلب. بدأت الثلوج تتساقط في العديد من المناطق الجبلية في المغرب، ومعها تبدأ معاناة ساكنة هذه المناطق النائية في غياب أي وسائل لمواجهة موجة البرد القارس. روبورتاج من منطقة خنيفرة بالأطلس المتوسط. في غياب أي بنية أساسية وأي دعم يذكر لهم بعد الالتفاتات المناسباتية، يستعد سكان الجبال بمختلف مناطق المغرب لعيش الشبح الذي يقض مضاجعهم كل سنة. الثلج يفرض على هذه الفئة من سكان المغرب حصارا يدوم بدوام فصل الشتاء الذي بدأ فعلا في بعض المناطق. نكني الحمد لله ربي الشراس تزير جوخت يلخصي ربي يمشخين أين لا، ولكن نكني شوي تغيف نختقني برزان لا تترزق الدولة أغيف نختشي برزان أن جد نقبل الغلاظ نخس كلاسوا أني توقع عندي ما غيف نخاس يتفر ديما أمو يسقوا سادة أما نوين ينتصر إن شاء الله نسجيان أغيف نختعون مزيان. صرخات نسمعها كل سنة، ولكن لعلها لم تجد بعد آذانا صاغية عند المسؤولين الحكوميين والمحليين. هدر مدرسي، معاناة مع المرض في غياب أي مؤسسة صحية، فقر مدقع، ومعاناة مع الخطر.
وتبقى النساء والأطفال والبهائم ضحايا قساوة المناخ وقساوة قلوب بعض من يفترض فيهم أن يهبوا لنجدة هؤلاء الذين لم يقدم لهم مسؤولي وطنهم إلا وعودا تتكرر بتجدد الفصول وتدوم بدوام معاناتهم. قرية الكطرية ما وخرجت ما مشيتش لقدام، ما كان هنا لا فين تمشي لا والو، خسرت قرايتي. معلش ما كملتيش القرايه ديالك اختي؟ ما عندناش هنا الامكانيات، كنمشيو للداخليه والو ما كيعطيونا تما والو، خرجنا ما كاين لا فين نجلسوا لا والو. الورقة الرياضية، سنعود فيها إلى حادث تحطم طائرة فريق تشابي كوينسي البرازيلي وعرض لمباريات البطولة البلجيكية المبرمجة لنهاية هذا الأسبوع. لم يكن هؤلاء الركاب يعلمون أن هذه آخر لحظات حياتهم. هؤلاء الركاب هم لاعبو وأطر الفريق البرازيلي تشابي كوينسي الذي تحطمت طائرته حين كانت متجهة إلى مطار ميدلين الدولي بكولومبيا. وقالت السلطات الكولومبية إن الطائرة تحطمت عند تل لا يونيون حسب الحساب الرسمي لمطار خوسي ماريا كوردوبا. حملت الطائرة 72 راكبا إضافة إلى 9 أعضاء من الطاقم. وكان فريق تشابي كوينسي سيواجه أتلتيكو ناسيونال يوم الأربعاء في ميدلين في نهاية بطولة كأس أمريكا الجنوبية. القدر استبق الأحداث وخطف حياة كل الركاب باستثناء 6. اللقاءات الرياضية لنهاية هذا الأسبوع برسم البطولة البلجيكية ستكون كالتالي: الجمعة ميكلين ضد أوبن على الساعة 8:30 ليلا. يوم غد السبت إف سي بروج تواجه أستوند على الساعة 6:00 مساء، وزولتواريغام ضد وصلن بيفرن على الساعة 8:00، سنت رودن ضد موكخون بيغوي، وويسترلو يواجه خينت. ويوم الأحد على الساعة 2:30 سيواجه كوختخي أندرليكت، وعلى الساعة 6:00 ليج ستاندارد دو ليج سيواجه سبورتينغ شارلوغوا، وفي الساعة 8:00 لوكرن ضد جينك. وأودعكم على نغمات النشيد الوطني المغربي وهذه اللقطات المؤثرة للحظات إنزال علم البوليزاريو ورفع العلم الوطني المغربي. هب فتاك يب نداك في همي وفي دم هواك ترى الوطن لإخوتي هيا للهنا سعيا نشهد الدنيا أنهنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. دمت في رعاية الله.